لقاء الوحدة والجزيرة لا يحتاج إلى مقدمات، فالأجواء في الملعب والرهان وترسانة اللاعبين لا نملك معها إلا أن ننتظر طبقا مثيرا. ليكون السؤال: كيف ستكون مواجهة الطواحين الهولندية على أرض العاصمة الإماراتية؟ أولى الفرص كانت وحداوية، لكن حارس الجزيرة علي خسيف يتدخل وينقذ الموقف. علي مبخوت يسدد والشمس يتدخل ويحرم المدفعجي الجزراوي من تسجيل أول أهدافه في اللقاء. عامر عبد الرحمن وعلى الطريقة الإيطالية يسجل أول أهداف في اللقاء. سأصمت وأترك معلق المباراة يصف هذا الهدف الرائع. ولأن الكبير لا يرمي المنديل، فإن كارليتوس قالها نحن هنا، ودرب العاصمة لا يمر هكذا. هدف بأقدام إسبانية في شباك علي خسيف. الأسباني يرد بعد 10 دقائق فقط. العنابي بشعار ندافع عن ملعبنا. صاروخية أخرى من كارليتوس، لكن هذه المرة علي خسيف ينقذ الكرة بصعوبة. الكر والفر تواصل بين هجوم الوحدة وحارس الجزيرة علي خسيف. الرجل الطائر يبدع في هذه اللقطة ويستأسد في الدفاع عن مرمى، لينتهي الشوط المثير بتعادل عادل بين الفريقين بهدف في كل شبكة. في الشوط الثاني ومنذ البداية، علي مبخوت في التمرير والمايسترو خلفان الفنان يسجل ثاني أهداف الجزيرة. ولأن ليتيغالي تاريخ طويل مع الدربي، فقد تحصل على ركلة جزاء للأرجنتيني بعد اعتماد الحكم على تقنية الفار لاتخاذ القرار. سيباستيان تيغالي يتقدم ويسجل ثاني أهداف الوحدة، ويؤكد مقولة أنه لا يغيب في درب العاصمة. في هذا الدربي لا يسكن الذاكرة سوى أشخاص قليلين فقط. تيغالي على رأسهم. مراد باتنا يحاول بتسديدة محكمة ضد فريقه السابق، لكنه لا يسجل. وبينما كانت النتيجة والمباراة تتجه إلى رمقها الأخير، أحمد العطاس الذي قدم مردودا رائعا في المباراة يسجل هدفا بالنيران الصديقة للوحداوية، لينشر أصحاب السعادة الفرحة في المدرجات. ويحقق الوحدة انتصاره الأول في الدوري مقابل خسارة تطرح أكثر من سؤال حول مردود نجوم الفريق في فخر أبوظبي.